دودي حياتي عاملة ايه؟ ايه ما بتتكلميش ليه؟ انت كنت فين؟ كنت فين وسايبني انا كده افكني؟ ايه وحشتك؟ ها؟ ما تقلقيش، كنت بخلص من العيل الصغير اللي كنت بتخنيني معاه، اللي انت قتلتيه كانت قرفته زي العسل، قطعته وشفيته على مزاجك وحطيته في اكياس ونبي خرجي هنا، وغيرت شويه في شكلي، لبست كاب ونضاره عشان محدش يعرفني. انا بعمل حسابي كويس قوي في الحاجات اللي زي دي عشان وشي ما يبانش في كاميرا ولا حاجه، لان السر ده ما ينفعش يظهر، لانه ما ينفعش حد يعرف ان مهران الشيمي بيتخان. وكمان انا لو وقعت الفيديو اللي معايا هيظهر وانت هتتعلقي على حبل المشنقه، وانا ما اقدرش اعيش من غيرك يا دود. مهران ابو سيدك خرجني من هنا، خرجني من هنا ابو سيدك، والنبي خرجني من هنا. انت متفائله قوي، انت هتفضلي قاعده هنا انت والكلب، ومش هتشوفي نور الدنيا تاني غير لما انا عاوز. بقول لك يا حبيبي، ازيك؟ انت كويس؟ بص خد دي شركة مهران باشا الشيمي صح؟ طيب هات بالحاجة دي حاجة حلوة، امسك كده مني ودخل دي الموظف اللي جوه، قول له دي بتاعة مهران باشا. ماشي. ها؟ فهمت هتعمل ايه؟ يلا روح. يا معلم ابراهيم، خلاص الارض بتاعتك تقدر تستلمها يوم الثلاث، بس ما تنساش بقى الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها. سلام. ايه في ايه؟ السايس بتاع البرك بيقول لحضرتك في بنت سابت لك البوكس ده. طب سيبيه عندك وروح انت. في هدية تخصك بعتها لك، يا ريت تلحق تفتحها قبل ما حد يفتحها غيرك، وساعتها يتكشف سرك وتروح في داهية. انت مين؟ انا واحدة على باب الله، وعايزة اقولك ان الصندوق اللي وصلك ده فيه فلاشة. فلاشة دي متصور فيها فيديو وانت بتقتل القتيل اللي قطعت جدته حتت. انت عارفة انت بتهددي مين يا بنت؟ انت مش فارق لي اصلا، هتجيب ال 550,000 هديلك الفيديو بتاعك. مش هتجيب الفلوس؟ هنشره وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. طب ما اقفلهم لك 600,000. لا انا مش محتاجه غير 550,000 بس، وربنا يعلم لولا الضيقه اللي انا فيها ما كنتش عملت الحركه الزباله دي. وبعدها هديلك حاجتك ومش هتشوف وشي تاني، وان شاء الله اقدر ارد لك المبلغ بتاعك ده. وعايزه الفلوس امتى وفين؟ بينا تليفون يا مهران باشا. ماشي ماشي يا استغاليه.